بيكم. ازيكم؟ معلش اتاخرنا شويه. معرفش الاخبار ايه، النت كده حلو ولا ايه؟ صوتي كويس ولا لا؟ نيت بس حد يعرفني. معرفش بقى انتم معانا ولا ايه، ولا نمت ولا ايه اللي حصل. اوكي الصوت واصل. طيب عامة احنا هنبتدي بقى. احنا هنتكلم النهاردة كده، عايزين نتفق الاول على حاجة قبل ما نتكلم في الموضوع. الايثاتك ميديسن مش محتاج معافرة، يعني هو محتاج تقرا كتير وتعلم كتير وتشوف كتير وتتدرب كتير وبعد كده تبتدي تشتغل. مفيش فيه معافرة، والفلوس كده كده هتيجي، فمفيش فيه ان انا اعمل حاجة انا مش قادر عليها عشان بس اسمي ان انا اجيب فلوس، او انا يعني فرجاء يعني لا هي من محاضرة ولا من اتنين ولا من تلاتة ولا من اربعة هتحقن فيلر او هتحقن بوتوكس. يعني انا ده رأيي الشخصي كده. انا رأيي ان الموضوع محتاج تمرين كتير قوي، ومحتاج قراية كتير قوي، واطلاع كتير قوي، وتشوف كتير قوي، وتجتهد في الموضوع كتير قوي عشان بعد كده تقدر تحقن وانت تبقى مرتاح نفسيا، سواء الفيلر او البوتوكس او الخيوط او حاجات بتاعت الاسيتيك ميديسن كلها بشكل عام، او حتى الدرماتولوجيك سيرجري بما فيهم الليزر. اعتقد ذلك انك انت لازم تكون مؤهل قوي. نسبيا الحاجات دي اسهل من الدرماتولوجي العادي، تمام. وبصراحه انا وجهه نظري هي مش دي هي اللي بتبين الكفاءه، يعني هي يمكن عشان هي الايره لازم تكون عارف، لازم تكون بتشتغل كويس. ومفيش حاجه اسمها ما اعرفش، والانسان عدو ما يجهل. فلازم عشان تبقى عارف. النهارده بدايه الرحله، اعتقد ان انا هحتاج مره كمان في الفيلر، مش هتبقى مره واحده. واعتقد ان البوتوكس برضو احتاج مرتين مش مره واحده، لان الموضوع كبير وانا عايز نجيبه من تحت خالص عشان تبقى الامور مستوفيه يعني. فاعتقد الفيلر هيبقى على مرتين او على مره ونص، والبوتوكس مره ونص يعني، قبل ما نعمل بقى مثلا الخيوط مره او حاجه زي كده. طيب قبل ما هتكلم في الاساسيات بتاعه ال ما لا ده اعلى حاجه والله في الصوت. قبل ما اتكلم في الاساسيات بتاعه الفيلر، انا عايز اجاوب على سؤال واحد. امتى احقن فيلر؟ يعني هو مين اللي حقنه فيلر، وامتى احقن فيلر، وايه هو البيست فيلر؟ تمام. يعني انت متخيل ايه؟ الدكتور الشاطر مش اللي هيحقن بس، الدكتور الشاطر اللي هيعرف اللي هيعرف يعمل اناليسيس كويس. يعني ده وجهه نظري، ان الدكتور الشاطر هو اشطر واحد بيعمل اناليسيس. النهارده باذن الله بدايه سلسله من المحاضرات كده، ثلاث او اربع محاضرات في الايثيتيك ميديسن والدرماتولوجيك سيرجن. يعني انا عايزكم تاخدوها بالراحه كده، واحده واحده، عشان الامور هتبقى شويه نفهم بقى من طقطق. السلام عليكم زي ما بنقول كده، تمام. طيب بسم الله، اعمل اناليسيس ازاي؟ المريض ده محتاج ايه؟ المريض ده محتاج فيلر ولا بوتوكس ازاي؟ والست جايه تقول لي انا محتاج ازاي؟ بادئ زي بدء، عايز اكلمك في حاجه. هو احنا كل المشوار اللي بنعمله ده ليه؟ عشان حاجه، كلمه واحده اسمها ايجينج. الايجينج ده هو الخطر، هو الحاجه اللي بتخلينا نجري عايزين نتعلم الحاجات دي، لان الناس بقت اوير بالايجينج، فبتيجي تسال في مشاكل الايجينج. الايجينج طبيعي ان هو مع العمر بيبان مشاكل العمر ومشاكل السن، ولكن هي مش كده بس. في ناس عندهم عوامل اكتر من كده، اكتر من مساله العمر بس، فبتؤدي الى ان مشاكل الزمن دي بتظهر بدري، مش عند 50 و60 سنه، تمام. اعيد وازيد تاني، مش معنى انك هتسمعني او هتسمع غيري او هتحضر مره واتنين انك هتبقى احسن حائن او اكتر واحد بيعرف يمسك سرنجه او هتعرف تخش في العيان. انت هتسمع مره واتنين وتلاته واربعه، وتقرا مره واتنين وتلاته واربعه، وتملى كل موبايلك والايباد بتاعك كله كتب، ولما تتغسل الاول قرايه ومذاكره تبتدي تحقن ويكون اندر سوبرفيجن، تمام. عشان كده انا اعتراضي على فكره وجود حاجه اسمها هاندز اون. اصلا هاندز اون ده احنا بي 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 يعني بنشتغل المريض كده، يعني مش حاجه اسمها هاندز اون اصلا. يعني انا مش شايف ان هاندز اون دي فكره بشعه بصراحه، تمام. طيب نبتدي بقى نتكلم واحده واحده.
يعني ايه كلمه ايجنج؟ يعني ايه كلمه ايجنج؟ ايجنج ده انا عندي ليه انترنسيك واكسترنسيك فاكتورز. عشان المريض ده يمر بمرحله الايجنج ويكبر في السن في انترنسيك واكسترنسيك فاكتور وفي مانيفيستاشن للانترنسيك ومانيفيستاشن للاكسترنسيك. يعني ايه انترنسيك فاكتور؟ ده فيه بيحصل خلل في البالانس بتاع الاوكسيدنت والانتي اوكسيدنت سيستم. نتيجه ايه بقى؟ نتيجه لا انا مش تعبان ولا حاجه انا فل. نتيجه ال قله النوم والارهاق والاكل اللي مش بالانسد والتدخين من اهم العوامل اللي بتعمل الانترنسيك فاكتورز بتاعت الايجنج هي السموكينج. تمام. كمان الجينيتك سسبتابيليتي، كل دي عوامل في الانترنسيك فاكتور بتاعت الايجنج. كذا في اكسترنسيك فاكتور للايجنج زي السان اكسبوجر، دراج بيتاخد زي سايتوكسيك دراج او الحاجات اللي زي ده. الكرونيك كيوميلاتيف سان اكسبوجر ده بيؤدي الى ايه؟ الى ايجنج. اوكي طيب، في علامات الانترنسيك وعلامات الاكسترنسيك. يعني هحاول اعلي لكم الصوت. اللي بيحصل ان كالاتي، ان بيبتدي المريض الستراتم كورنيوم ثيكنس بتاعها بيقل، الماسل بيحصل لها ديبليشن، اللانجرهانسل بيحصل لها ديبليشن، الكولاجين والالاستين بيقلوا، وبالتالي يبتدي المريض يبتدي يديفلوب الساينس والمانيفيستاشن بتاعه الايه؟ الانترنسيك ايجنج. طيب في شكل ايه بقى يا جماعه؟ في شكل شويه فاين رينكلز، فاين لاينز خفيفه، الثين تيكتشر بتاع السكن كده. راح مفيش خالص. ايه يا جماعه كده مفيش صوت؟ طيب يا جماعه طيب في شكل ايه؟ فاين لاينز، بعض الثين سكن التكتشر بتاعه بيتغير، حاجات بتبقى بسيطه كلها دي الانترنسيك فاكتورز. اما الاكسترنسيك فاكتورز هي الحاجات المزعجه. تلاقي بقى ايه؟ يبدا الكورس سكن والتكتشر بتاعه والجلد يتخن، تلاقي فيه ديسكروميا، تلاقي فيه فريكلينج، تلاقي فيه اكتينيك دامج، كلانجكتيزيا، كورس رينجلز، تلاقي فيه ساجنج يبتدي يحصل. دي مانيفيستاشنز بتاعت الايه؟ الاكسترنسيك ايجنج. يبقى انا عندي انترنسيك ايجنج واكسترنسيك ايجنج. لازم اعرف الكلام ده قبل ما امد ايدي في اي مريض ومعارف انا بعمل ايه. لو سمحت هتاكل اكل صحي، لو سمحت هتنام كويس، لو سمحت هتشرب 2 لتر ميه، لو سمحت من فضلك هتستخدمي مقشر ليلي، لو سمحت هتستخدمي سام بلوك، لو سمحت هتاخدي مالتي فيتامينز فيه سيلينيوم وفيتامين اي وفيتامين سي وفيتامين اي. لو سمحتي بين حين واخر ممكن تعملي حاجات تعمل استيميليشن للفايبروبلاست عشان تطلع كولاجين زي الايه؟ زي الديرمابين او الفراكشنال سي او 2 ليزر. ممكن تعملي ايفن حتى سوبرفيشال بيل كل شهرين 3 مره. دي حاجات مهمه جدا. طيب جميل جدا. ايه هي بقى الست بتيجي بتشتكي من معاملات الزمن دي سواء الانترنسيك او الاكسترنسيك ايجي؟ طيب انا هعالج ازاي ومعالجتي يعني ايه؟ كلمة العلاج هنا اسمها ريجوفينيشن، عشان إعادة نضارة للوش. أعمل للمريض ريجوفينيشن، إن أنا هعالج وهمنع تفاقم الحالة اللي عندها وصلا. يعني هعالج الموجود ده وهمنع تفاقم الحالة. بمعنى إيه؟ بمعنى اللي أنا هقوله لسيادتك ده، إن والله الوضع في الأول إن أنا حسب الحالة اللي قدامي لازم اعمل اناليسيس كويس. يعني ايه اناليسيس؟ هبتدي ارجع على ظهري وكده وافكر، هل المريضه دي عندها اكتينيك دامج؟ هل عندها ديسكروميا حتت غامقه او حتت فاتحه او حتت مش عارف ايه؟ هل المريضه دي ديفلوب رينجلز؟ يعني ايه كلمه رينجلز؟ لحد اللحظه اللي احنا قاعدين فيها دي مفيش ديفينيشن حاد لكلمه رينجلز. ما اقدرش، هل هي فولز؟ هل هي لاينز؟ طب الكلاسيفيكيشن بتاعها؟ في كلاسيفيكيشن عديده وجمع. سيمبلي كده انا بقول لك ان في عندي فاين لاينز او فاين رينكلز وكورش رينكلز. في دايناميك رينكلز وفي ستاتيك رينكلز. دايناميك رينكلز ديت اللي هي اكوردنج الحركه مع الحركه. طب حركه ايه يا عم الحاج؟ حركه المسلز اوف اكسبريشن. يبقى المسلز اوف اكسبريشن دي في المره الجايه ان شاء الله هحفظها لك صم. كلمه دايناميك رينكلز يبقى ريليتد للحركه. حركه ايه؟ حركه المسلز اوف اكسبريشن.
تمام. وفي الاغلب دي بتبقى ايه، هتعملي ايه، هتعملي كورس رينكلز لما تحصل، تمام. طيب فيها عندي استاتيك رينكلز. استاتيك رينكلز دي ممكن تبقى استاتيك لاينز، خلاص تمام، تبقى فاين لاينز، وممكن تبقى ديب فاروز وديب رينكلز، تمام، اللي هي مع الثبات. يعني ايه لما نيجي نعمل اناليسيز، ابص للمريض كده الاقي عنده نيزوليبيال فولد موجوده. النيزوليبيال فولد اللي موجوده دي اقدر اقول عليها وانا مرتاح لانها نوت ريليتد للحركه، اسمها ستاتيك. طب ستاتيك ليه؟ لانها مش ريليتد للحركه. طب يعني ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجتين، يحصلوا الاثنين مع بعض، يحصل واحده وواحده. في هنا سبكوتينيوس فات وفاشيه زي ما هنشرح دلوقتي. لما بتفقد بيخش الجلد لجوه، المفروض يعني يخش الجلد لجوه. طيب هو بس كده؟ لا، هو المريض ده يبقى عنده فوليوم لوس. للمريض ده يبقى عنده ساج. ساج من ايه؟ الفات اللي جوه ده بينزل مع العمر ويسقط فيعمل لي المنظر ده. فلما يعمل لي الفولد ده يحصل لي ساج. فالساج ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان الفات نزل، لان الفات نزل فحصل ساج. طيب جميل، فانا لازم بحط ايدي. طب هو هيفرق معايا ايه؟ ما انا هخش انفيلر هنا وهحسن. لا، المريضه دي لو نتيجه ساج يبقى انت هتضطر ترفع الخد، مش هتحقن انفيلر بس هنا، انت هتضطر ترفع لها الخد سواء بالفيلر او سيرجيكال او بالخيوط. لو هي عندها الجزء ده فاضي عشان فوليوم لس، يبقى هتحقن انفيلر هنا باي طريقه كانت زي ما هنقول، وهتتحسن. مفيش مانع ان انا كمان اشد الخد بحتتين فيلر على الزيجومه كده، هيدي منظر اجمل واجمل، تمام. فده اللي انا بقول لك ان اهم حاجه عندي ان انا اعمل ايه، اعمل اناليسز للمريض بتاعي، مهم جدا 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 جدا، تمام. طيب اذا احنا بنقول دلوقتي ان الديناميك رينكلز ريليتد للحركه دي هتحتاج بوتوكس زائد او ناقص فيلر بعد ما ادمج البوتوكس. الاستاتيك رينكلز اللي هي مع الثبات بروفيشنال كده يعني مبدئيا بتحتاج فيلر زائد او ناقص حاجات تانية. طيب يبقى انا عندي في مشوار ريجوفينيشن بتاعي عندي كلانجكتيزيا، ممكن الاقي فوتو دامج او اكتينيك دامج، الاقي فاين لاينز، الاقي ديف فاروز، الاقي ستاتيك رينكلز، الاقي دايناميك رينكلز. كل ده انا بعمل له اناليسز وانا قاعد قدام الست عشان اقول له هيخرج من بقي ده بفلوس. اللي هيخرج من بقي ده بفلوس، الكلمة هنا هتساوي فلوس. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا اجي اقول لها والله يا ماما انت عندك التكشير 111 دي هعملك فيها بوتوكس وهترتاح 100%. يعني ايه؟ الطبيعي ان دي مع الحركة، يعني لما بكشر كده بيطلع لي ايه؟ حاجة اسمها دايناميك رينكلز. طب افرضوا على الثبات وعندي 111 وجيت انا قلت لها انا حافظ، مش فاهم بقى، انا حافظ انها دايناميك رينكلز، اذا لما اديها البوتوكس هتفك وهتبقى زي الفل. يا دكتور دي ستاتيك، دي خلاص دي ستت بقت مع الثابت، انت هتعمل بوتوكس وهتتحسن بنسبه 70 80% اقصى حاجه 70%، هيتبقى لها بدايه. هتيجي بعد كده تقول لي يا دكتور انت قلت لي انها هتروح 100% ولسه في، اوعى لسانك ده بينطق بحاجه انت مش قدها، اوعى. طيب معنى كده ايه؟ ان انا لما يعني نتكلم بقى يوسفيون بوتوكس كويس ونستفيد، ان انا لما يجي لي مريضه بفاين لاينز زي دي بس بستاتيك لاينز هنا في اماكن الديناميك لاينز اللي هي مع الحركه، يعني الاول لما المريضه بتعمل لي كده بلاقي المسلز اوف اكسبريشن عملت لي ديناميك لاينز، ببتدي اقول لها ارتاح كده، اقول لها لا والله دي التجاعيد دي مع الحركه وحضرتك هتحتاجي تعملي بوتوكس وهتروح بنسبه 100%. اما اذا التجاعيد دي موجوده على الثابت يبقى لازم اقول لها احنا هنحسنها بالبوتوكس وهنشوف هل احتاج اعمل فيلر خفيف بعدها او ان انا ممكن اعمل اي حاجه من حاجات الريجوفينيشن الثانيه ولا لا. طيب يبقى انا كده بدات افهم كلمه اناليسيس دي يعني ايه. في حاجه مهمه جدا، الساج ده او السقوط ده بيعمل لي ديب فارو هنا. انت الطبيعي اول ما هتشوف المريض ديب فارو تعالى ما نحقنك فيلر لان ده ستاتيك لاين على الثابت، قوم سيادتك لو حقنته فيلر هيزيد هيعمل لك كده اكتر. انت المفروض تاخد الخد ده وترفعه عشان تفك الساج اللي حصل وعشان ترجع الفوليوم لوس اللي حصل وعشان ترجع الخد وتعمل له كونتور في مكانه، وبالتالي تفك الايه النيزوليبيال فولد اللي ايه اللي اتكونت. واصله؟ لا لسه بقى احنا هنستفيد بقى، احنا مش احنا لسه احنا بنقول تفتيح يا دكتوره، يعني مش لسه ما يعني لسه ما دخلناش في الموضوع بتاعنا يعني، تمام. يعني عشان بس من ايه ما نسبقش الاحداث بتاعتنا، لان انا عايز اوريكم ايه حاجات كتير الاول وصور كتير قبل ما نبتدي ايه نتكلم
ونغني القصص بتاعتنا. طيب بدي زي بدء كده بقى اخدك الاول وعايز اعرفك اناتومي بتاع الفيس الاول قبل ما احكي فيلر. انا بحكي الفيلر ليه يا مؤمن؟ ما هي انديكيشن لحقن الفيلر؟ لازم ارد الجواب ده السؤال ده على نفسي الاول قبل ما امسك سرنجه واحقن في المريض فيلر. ايه يا محقن فيلر ليه؟ انا بحقن فيلر ليه؟ انا بحقن فيلر عشان واحد ستاتيك فيلر لاينز، اتنين كورس لاينز فولويد الديناميك لاينز نوت ريسبوندنج او نوت ما بتتفرجش مع الايه مع البوتوكس، ثلاثة في بعض السكار في الاتروفيك سكار عشان ارفعها، اربعة للفيشيال كونتور عايز احدد مع الاولد ايج ما هوريك دلوقتي عايز احدد، خمسة فور ليفتنج افكت زي ما بنرفع الايه الخد وبنرفع الوش فور ليفتنج افكت بعمل الفيلر. تمام. طب هو الفيلر ما عملوش ليه؟ مين اللي ما عملوش فيلر؟ مريض عنده بيلينج اوردر، مريض عامل سيليكون او كولاجين في وشه، اوعى تيجي ناحيته، عامل سيليكون او كولاجين في وشه، مريضة عندها بليدنج تندنس زي ما قلت لك، مريضة بريجننت ابعد عنها، مريضة اي عامل سكين سيرجري او كده في خلال مثلا شهرين او ثلاثة، برضو مريضة واخدة ايزوتريتيناين او بتاخده في خلال ست شهور، دي كلها كونترا انديكيشن ان انا اعمل للمريض ده فيلر، او مريض عنده عمل وعنده هايبر سنسيتيفيتي قبل كده. يبقى مين اللي هعمل له فيلر ومين اللي ما عملوش فيلر؟ طيب جميل قوي، رديت على اول سؤال ورديت على الاناليسيس بتاعي، المريض ده محتاج ايه عشان يعمل له ريجوفينيشن؟ اول ما هبص كده هبص لها ايه؟ هقول لها يا ماما اول حاجه تحكي امراض الكونكتيف تيشو. تمام. بس لا، بس على فكره سكيودرما ممكن احقن فيها، بقول لحضرتك يعني على الموضوع ده على جنب يعني. اول ما المريضه دي بقول لها تحكي، الضحكه بتاعتها طبيعيه؟ في خد وكونتور بيحصل ولا لا؟ طيب وهي على الثابت كده في نيزوليبيال فولد؟ في تير تراف فورمد ولا لا؟ التمبرال اريا دي التمبرال فوسه دي داخله لجوه ولا لا؟ في عندها لاينز هنا ستاتيك ولا اللاينز هنا بس مع الحركه دايناميك؟ المريضه دي بتتعالج من اي حاجه ولا لا؟ بتتعرض للشمس بصفه مستمره ولا لا؟ بتاكل اكل صحي ولا لا؟ هتقدر تدفع فلوس اللي انا هعمله ولا لا؟ طب هي موجوده عندها حاجات على الجلد بس زي الانجكتيزيا وديسكروميا وبتاع، يبقى انا يبقى حرامه برطها في حاجات زي دي؟ لا، دي هعمل لها ريجوفينيشن. طيب انا الفيلر بتاعي ده ممكن يحسن ايه وما يحسنش ايه؟ عشان ده سؤال برضو لازم يعني. افرض دي واحده عيانه خدها ساقط بالمنظر ده وجيت انا ارفعه، طب انا اللي بيحكمني ايه عشان اعرف الفيلر ده هيحسن الرفع ولا عشان اقول لها يا ماما السقوط ده هيتحسن مع الفيلر ولا خيوط ولا سيرجري؟ بالايه؟ بالكشكشه اللي انا هعملها يعني. المريضه جايه وشها مدلدل وانا بحاول ارفعه، لو المريضه ده اترفع حوالي 2 او 3 مللي يبقى ده انا اقدر ارفعه بالفيلر، من 2 ل 5 مللي ممكن بالخيوط، اكتر من 5 مللي الكشكشه اللي ظهرت دي يبقى ده محتاج ايه؟ محتاج سيرجري. يعني مش معقوله اجي الاقي كشكشه مثلا قد كده اهو تمام واقول للمريضه انا ما عنديش انا الكشكشه دي، بس انا بقول لك يعني تبقى محتاج كشكشه قد كده واقول للمريضه ان انا هعمل لك خيط وهتترفع معاه، مستحيل. وصل الفكره دي؟ يبقى دي المريضه دي لازم هتحتاج سيرجري عشان ابقى امين معاها، عشان ما تعملش حاجه انت وانت مش قدها، ما بتعرفش تعمل تير تراف وما بتعملش ان تعرف تعمل نوز ريكونستراكشن، اوكي مش عيب، نون سيرجيكال او ميديكال نوز ريكونستراكشن مش عيب، ما تورطش نفسك في حاجه انت مش قدها. تمام. لما باجي اتكلم على الليب زي ما هقول المريضه دي محتاجه كونتور ولا محتاجه فوليوم؟ يعني هي محتاجه بس ان انا اقلب لها الشفه ان انا احقن في الفيرميليون بوردر وترفع، عندها محسوس وهي بتنكر ايه الفيصل؟ لو حقنا من زمان وستين موجود عندها محسوس وهي ده اللي هو قصدي هيكل ايه السيليكون يعني؟ لا ما تجيش ناحيتها، ما تجيش ناحيتها قولا واحدا، اجرك الله المشاكل يعني، ما تجيش ناحيتها لا سيليكون ولا كولاجين. طيب يبقى لازم انا برد لنفسي على الاسئله دي، ولا اسئله انا عمال برد فيها على نفسي. طيب المريضه دي عندها دبل ايه؟ دبل جول ولا لا؟ تمام. عندها البري جول او الدبل تشين ولا لا؟ المريضه ده هتتحسن من الميزو دايبوليسيس عشان هي عندها اوريدي لورد، ولا المريضه دي احسن لو انا شدتها بالفيلر؟ ما هو دي كلها اسئله. ولا اعمل لها خيط؟ تمام. عشان تعمل نتيجه انت هتاخد فلوس كتير، وعشان تطلع المريضه مرضيه
وعشان ما تعملش ايه. طب وحقن الدهون؟ انا هقول رد على حضرتك على حقن الدهون طبعا. لو سمحت ما تحقنش مريضه هيالورونيك اسيد وهي عندها انت يعني دكتوره حضرتك الاوتو اميون ديزيز از الفيتاليجو والسورايسز يعني فور فير اوف كوبنرايزيشن ذاتس اونلي يعني ديزيز نوت ا كونكتيف تيشو ديزيز فور فير اوف كوبنرايزيشن almost يعني بصراحه انا هبعد يعني انا مش هعمل لمريض فيتيليجو او سورايسز يعني هعمله فيلر بصراحه مش يعني انا بصراحه انا في يعني ما اقدرش اعمله تمام. طيب نبدا كده نتكلم عن الاناتومي. الموضوع شيق على فكره، الموضوع مش مقرف ومش صعب وما هوش جلد، الموضوع ده شيق وخفيف خالص واسهل من الجلد ألف مره. فنتكلم مع بعض في الاناتومي كده ونتكلم على حاجات معينه عايزك تعرفها. العظم هيبقى مهم بالنسبه لي في البوتوكس اكتر من الفيلر، بس هوريك كده يعني الرسمه بتاعت السكال عشان تبقى متخيل كده الوضع عامل ازاي. بص يا سيدي، هو احنا هنا لازم تبقى حافظ عندك شويه لاند ماركس مهمه قوي 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 قوي. اللي هي ايه؟ اللي هي لما اجي اقول لك انا بتكلم في دنجرس زون في السكال، ايه هي دنجرس زون بتاعت السكال؟ لازم ابقى حافظها زي اسمي، ابقى عارف ان انا عندي ملي ملي ونص تحت الاوربيتال ريم في حاجه عندي اسمها انفرا اوربيتال فورامينا طالع منها انفرا اوربيتال ارتري ونيرف، تمام. عندي حاجه اسمها منتال فورامينا لازم ابقى حافظها زي اسمي، ودي فين بين الفيرست والسكند بري مولر، تمام. الميد واي ما بين الايه، ما بين الايه في الميد واي في العظمه بتاعه المانديبل، ما بين الابر واللور بوردر بتاعه المانديبل في الانفرا اوربيتال فورامينا، تمام. عندي لازم ابقى عارف ان ايه العضلات ايه العظم اللي عندي او العظم او الفيشل بونز دي بتتكون من ايه. في عندي حاجه اسمها زيجوماتيك بون، خلاص تمام، وفي حاجه عندي اسمها ماكسيلاري بون. يبقى في عندي حاجه اسمها زيجوماتيك بون وفي حاجه عندي اسمها ماكسيلاري بون. الاوربيتال ايه؟ الاوربيتال ايه فلور، وده بيتكون ايه؟ بيتكون لاترالي من الزيجوماتيك بون، والفلور بتاعنا ميديالي بيتكون من الايه؟ من الماكسيلا، وبعض الاجزاء جايه من الاوكسيبيتال ايه؟ بون، وحاجه اسمها الاثمايد بون، خلاص؟ طيب جميل قوي. انا مهم قوي ان انا اعرف ان انا عندي حاجه اسمها سوبرا اوربيتال ايه؟ سوبرا اوربيتال نوتش او سوبرا اوربيتال فورامينا، وده طالع منها سوبرا اوربيتال والسوبرا تروكيلار ارتريز، وده لاند مارك مهم جدا 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 جدا. تمام، عشان بي وير دونت مس الحاجات اللي بنقولها دي غايه في الاهميه والخطوره، تمام، وكل كلمه ليها اهميتها، خلاص. طيب بعد ما اتكلمنا على البون ابتدي اطلع درجه درجه. احنا يعني هتقول لي انت ليه يا عم معقد القصه واحنا فيلر والدنيا حلوه بس وعرفنا احنا فيلر فين. انت لو مش عارف الكلام ده ما تحقنش فيلر، ما تشتغلش اسيتك اصلا، مش عايزك تعرف اي حاجه عن الاسيتك، لان انت لو مش هتشتغل صح يبقى ملوش لازمه بقى، لو هتشتغل عشان تجيب فلوس بس يبقى ملوش اي 30 لازمه. طيب عشان اوصل للعظم ده الجلد ده بيمر بمراحل، يعني تفتكر ايه اللي تحت الابيدرمس والدرمس؟ الجلد ده بيتكون من ابيدرمس ودرمس، تحته في حاجه اسمها سبكوتينياس تيشو، تحت السبكوتينياس في حاجه نسمع عنها جديده اسمها ايه؟ اسماس. اسماس دي اللي هي ايه؟ سوبرفيشال ماسكولو ابينوريتيك سيستم، احفظ معايا إيه؟ تحت السكن والسبكوتينياس تيشو في حاجه اسمها ايه؟ اسماس، سوبرفيشال ماسكولو ابينوريتيك سيستم، ودي فين منها؟ سوبرفيشال وديب وانترميديت لاير، سوبرفيشال وديب وانترميديت لاير. السوبرفيشال ماسكولو ابينوريتيك سيستم ده فايبرو ماسكولار فاشيا كده داخل وطالعه ما بين الايه؟ الفيشال ماسلز، داخله وطالعه ما بين الفيشيال ومسلز، تعمل لي سوبرفيشيال وانترميديت وديب بارت، تعمل لي سوبرفيشيال وانترميديت وديب بارت. فوقها وتحتها في فاشيه، فوقها وتحتها في فاشيه، فوقها وتحتها في فاشيه. لا لسه بس لما اخلص يا غدا القصه اقول لك احسن سورس تقري منه ايه. المحاضره دي مش بطاله يعني، بس هقول لك انا ممكن ابقى اديكم المحاضره مش مشكله. يبقى عندي سكن سبكوتينيوس سوبرفيشال ماسكولو ابينوريتيك سيستم ريتينينج ليجامنت وسبيسز
ريتينينج ليجمنت وسبيسز، واخر حاجه البري اوستيوم، وبعد كده العظم تاني سكن سبكوتينيوس سماس ريتينينج ليجمنت وعظم. طيب جميل قوي. يعني ايه يا عم الحاج اللي انت بتقوله ده؟ يعني الكلام اللي اقوله لك ده، شايف الرسمه دي؟ اه شايف. سكن سبكوتينيوس تيشو سماس ماسل لاير بيريوستيوم، ما بين الماسلز وبعضها السماس دي موجوده. شايفين دي؟ دي ديب فيشال ماسل، فوق هنا ديب فيش ديب فاشيا بتاعت الايه التشيك بونز، فوق هنا بيبقى فيه سوبرفيشال فاشيا، اللي في النص دي الانترفيستنج لاير دي اسمها السماس. السماس ده اللاير الوهميه اللي بيمشي فيها ايه، اللي بيمشي فيها الخيط لما بدككه. حلو، طيب جميل قوي. لازم تفهم الكلام ده اهميه، لازم تفهمه عن ظهر قلب وتحفظه، ما فيهوش هزار، ما تحقنش فيلر قبل ما تحفظ الكلام ده. طيب حلو قوي. بس كده؟ لا. الفات العظيم ده، الفات العظيم ده اللي هو فوق وتحت السوبرفيشال ماسكو ابنوتيك سيستم، متقسم لفيشال كومبارتمنت، مش متساب كده هيجهجهوني. طب ايه اللي ربطه في مكانه مديني الكونتور بتاع الوش والجمال والحلاوه والايه والكونفكسات والكونكيفز لاير؟ ايه اللي ماسكه؟ حاجه اسمها الريتيننج ليجمنت. انا عندي اتنين تايبس من ليجمنت، حاجه اسمها ترو وده ماسك من العظمه للجلد، وفولس ده ماسك جلد في الفاشيا. الليجمنتس اللي موجوده عندي الفايبروماسكولار ليجمنتس اللي موجوده عندي دي تمام، موجودة عندي ترو، ودي ماسكة ما بين عظم والجلد، وفي حاجات تانية ماسكة ما بين ايه؟ ما بين جلد وايه؟ وفاشية. مع العمر الليجمنت دي بتضعف، يوم الايه؟ الفات يسقط، يوم جاي لمدلدل كده. الليجمنت دي حط الفات في مكانه كده، هو رفعها كده وحطها في مكانه. لما الليجمنت دي تضعف، حاجه من الاثنين بيحصلوا مع العمر، الليجمنت بتضعف يا اما الفوليوم بيقل، الفات ده بيحصل له ريزوربشن، يا اما الاثنين يحصلوا، الليجمنت تسقط والايه والفاشيا تسقط. تمام، مهم قوي الكلام ده. زمان كنا بنقول فيشيال كومبارتمنت او فات فيشيال كومبارتمنت او فات فيشيال او الفات بتاع الفيس، من غير ما نقول السوبرفيشيال والديب لايرز. الحتة اللي هقول لك عليها دي لو ما حفظتهاش ما تحقنش فيلر ابدا. الشيء اللي انت شايفه ربنا خلقه بالمنظر اللطيف والشدة الجميلة دي ليه؟ ليه؟ عشان الفات محطوط في مكانه في فعل الليجمنت. انهي فات يا مؤمن؟ المنطقة ديت فيها حاجة اسمها سوبرفيشيال وديب فيشيال كومبارتمنت اوف فات. سوبرفيشيال وديب فيشيال كومبارتمنت، طبقة فوق الاسماس وطبقة تحت الاسماس، ممكن تكون على عظم على طول. تمام؟ طيب يعني ايه؟ يعني زي ما هوريك كده في الايه في الـ في الـ في الرسم الكام رسمه دول كده هوريك حاجات. بص يا سيدي، انا عايزك تحفظ الكلام ده عن ظهر القلب. تمام؟ ايه المنطقه دي؟ دي التشيك، صح؟ طب ايه اللي انا شايفه قدامي ده؟ ده حاجه اسمها سوبرفيشال فات كومبارتمنت. اللي انا شايفه قدامي ده ايه؟ سوبرفيشال فات كومبارتمنت. طب الابيض ده ايه؟ دي الليجمنت، دي الليجمنت اللي عامله لي السبورت بتاع الفات في مكانه. لما هتضعف مع العمر هتخلي الفات يزق لتحت كده وتعمل لي الايه؟ الساج. واصله؟ جميل. طب احفظ ايه يا دكتور؟ ما اناش عايز اتلخبط قوي. لازم تحفظ معايا كده ان المنطقه بتاعت الشيك فيها فاشيا، المنطقة بتاعت التيمبرال اريا فيها فاشيا، المنطقة بتاعت الفرونتال اريا فيها فاشيا، والمنطقة بتاعت الاوربيتال اريا فيها فاشيا. الاوربيتال اريا فيها سوبيريور وانفيريور ولاترال فاشيال كومبارتمنت، فيها سوبيريور وانفيريور ولاترال فاشيال كومبارتمنت، سوبيريور وانفيريور ولاترال فاشيال كومبارتمنت. الحاجات دي فوق سوبرفيشال. جميل. طب منطقة الشيك فيها ايه؟ فيها حاجة اسمها ميديال شيك كومبارتمنت، في حاجه اسمها ميديال شيك كومبارتمنت. تمام، وفي حاجه اسمها ايه؟ تيمبرال او لاترال شيك كومبارتمنت. تاني، انا عندي ميديال شيك كومبارتمنت، ميدل شيك كومبارتمنت، ولاترال شيك كومبارتمنت. تحت في عندي المانديبولار والتشين كومبارتمنت.
عندي المانديبولر واللاتين كومبارتمنت فوق، انا عندي سنترال او ميدل، وعندي سوري سنترال وعندي ميدل وعندي تيمبرال او لاترال فرونتال كومبارتمنت، عندي سنترال وعندي ميدل وعندي لاترال فرونتال كومبارتمنت. وصل الموضوع دي؟ دي الفشيه لما بتفقد انا بزودها فوليوم او برفعها، بعمل لها ايه زي عمود الخيمه كده، بدقلها العمود عشان ارفع عليها الجلد. واصله؟ طيب يعني يا ريت يا جماعه تقولوا لي واصله، يعني يبقى في حاسس ان انتم معايا، يعني ما تبقاش الامور صعبه والكلام اللي بنقوله ايه. ديب لي دي تحت دي لما اجي اقشرها، في عندي حاجه اسمها ديب فيشال كومبارتمنت، اللي هم ايه، حاجه اسمها سب اوربيكولاريز اوكيلاي فاشيا، وفي حاجه اسمها ريترو اوربيكولاريز اوكيلاي فاشيا والديب فيشال فاشيا. السب اوربيكولاريز اوكيلاي فاشيا والريترو اوربيكولاريز اوكيلاي فاشيا والديب فيشال فاشيا. طب يعني انا هيفرق معايا ايه؟ يفرق معاك ايه في موضوع الشيك؟ يفرق معاك ان انا هصلح ايه، البلين اللي هصلح فيه، البلين اللي هصلح فيه. يعني ايه؟ يعني المريض ده لما بيجي لي بالساج والدندده دي، هحتاج ان انا احقن سوبرفيشال ويدوبك ارفع الجلد، تمام. اما المريض ده لو جالي وعنده فوليوم نص، يعني وشه مطبق، يبقى هحتاج احقن ديب. بعد كده بعد ما احقن في بلين ديب على العظمه، احقن في بلين سوبرفيشال بالفانم تكنيك، وبعد كده اشد الجلد اعمل له رفع على الايه، على الزيجومه. جميل. طيب واصله الحته دي؟ حلو قوي. يعني ايه؟ يعني مثلا خلي المريض يضحك، لو هو بيضحك عنده خدي، معنى كده انه سوبرفيشال فاشيا بريزيرفد، لكن لو هو بيضحك مفيش خد، يبقى عنده سوبرفيشال فيشال فاشيا نوت بريزيرفد، او فيها مشكله. طيب لو المريض ده وشه مطبق بس لو ضحك عنده خد، يبقى اذا السوبرفيشال موجوده والديب مش موجوده. طب لو المريض ده هو بيضحك عنده خد بس وشه مطبق، يبقى الديب مش موجوده. لكن لو هو وشه مش مطبق وما عندوش فاشيا، لو وشه مش مطبق يبقى عنده ديب، لما بيضحك ما عندوش خد، يبقى معناه ان السوبرفيشال فقد. تمام. دي عشان اعمل اناليسز للايه، للبلين بتاع الحقن بتاعي. جميل. طيب حلو قوي. انا هوريك برضو رسمه عشان ايه، اكيد لك الموضوع ده لازم يبقى في بالك قوي قوي. مش عايز احقن لك. ده منظر الفاشيه تاني. قول معايا، دي اسمها ايه؟ ميدل فيشال ميديال تشي كومبارتمنت. ودي اسمها ايه؟ دي اسمها ميدل تشي كومبارتمنت. ودي اسمها اللاترال او تيمبرال تشي كومبارتمنت. نطلع فوق، الاوربيتال فيها انفيريور وفيها سوبيريور وفيها لاترال، تمام. الفرونتال في سنترال وفي ميدل وفي ايه، لاترال. المانديبول في المانديبولال والتشين فيشال كومبارتمنت، ودول فيهم سوبرفيشال وديب. حلو. طيب جميل قوي. بس كده يعني ولا ايه؟ يعني هو انت تفتكر ان احنا كده خلصنا؟ لا يا بيه، ان شاء الله اقعد معاك 10 حلقات في الفيلم، بس لازم تبقى انت برنس وانت بتشتغل، تبقى عارف انت بتعمل ايه كويس قوي 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 قوي، وفاهم اللي بيحصل ده بيحصل ليه وبيحصل الغلط في ايه. هوريك رسمه ظريفه كده اللي بيحصل ليه. شايف الست العجوزه الجميله دي وهي صغيره كانت زي القمر؟ طب ايه اللي حصل؟ وانا هعمل اناليسس كده مع بعض. رقم واحد، انا عندي ميديال تشيك كومبارتمنت، لما بتسقط وتيجي للجنب تعمل لي ايه؟ تعمل لي نيزوليبيال فولد، تمام. طيب لما تختفي او تحصل لها ريزورب، عشان الست دي لما تضحك ما يبانش عندها ايه، خد حلو. المانديبولر فاشية لما بتسقط تعمل لي ايه؟ تعمل لي حاجة اسمها دابل تشين، تمام. طيب او توزس بتاع الجولز او البري جولز. جميل. طب السوبرفيشيال اوربيتال كومبارتمنت لما تسقط تعمل لي زي البليفروكاليزيس. طب الانفرا اوربيتال كومبارتمنت دي لما تروح تعمل لي حاجه زي الكرير تراف. طيب اللاترال اوربيتال كومبارتمنت والتيمبورال اريا لما تفقد يحصل لي التيمبورال فيسا دي تبان، تمام. طيب حلو قوي الكلام، جميل ده.
نخش كده على الراجل ده، ده ايجينج وعايزين نعمل له اناليسيس. هنعمل اناليسيس للايجينج بتاع المريض ده. طيب المريض ده نبتدي بالشيك كومبارتمنت، عنده حاجه اسمها ميديال شيك سالكس، تمام، ميديال شيك سالكس، وعنده حاجه اسمها ايه، عنده حاجه اسمها مالر باد وفات. المالر باد سالكس ده كمان اتكون خلاص عشان حصل سيباريشن ما بين الفاشيه وبينها وبين بعضها عشان الليجامنت ايه ضعف. عندها كمان حاجه اسمها نيزو ليبيال فولد، جميل قوي. عندها ايه كمان، عندها حاجه اسمها ماريونات لاين، الفات اللي موجود في المانديبولار اليا ده يا اما سقط وعمل لي بريجولز، يا اما حصل له ريزوربشن فحصل لي ايه مانديبولار ايه، حصل لي ماريونات لاين اللي هو ممكن يبقى في الاول استاتيك بالديبريسور انجل اوريس، مع العمر ايه يبقى ايه، يبقى استاتيك. جميل قوي. طيب على مرحله على الدايناميك رينكلز ايه اللي موجود عندها، عندها كروس هيت، عندها باني لاينز، عندها فور هيد لاينز، عندها جلابيلر كومبلكس، تمام. يبقى ده عندها سليب لاينز بتبقى موجوده هنا. يبقى ده اسمه ايه الاناليسيس. لما بعمل اناليسيس للتايبس بتاعت الرينكلز اللي عندي ابتدي ايه اخد القرار عشان ما يبقاش القرار بتاعي مغلوط او منقوص. الكلام ده غايه في الاهميه. انا لو ما طلعتش النهارده باكتر من الفيشل اناتومي وان انا ازاي اخد قرار، انا مرضي جدا. انا مش عايزك تعمل حاجه غلط، واعيد الفيلر 10 مرات مش مشكله، بس ان انت تبقى فاهم الايه القصه ماشيه ازاي. تاني بص يا سيدي، حصل هنا المريضه دي حصل لها ساج. على فكره في حاجه اسمها ايه نيزوليبيا الايه فاشيه هنا، خلاص دي ساعات لما تفقد عند الناس الرفيعين من غير الساج يعمل لي نيزوليبيا الفولد، تمام، ساعات بتبقى جينيتك، لكن اغلب الاحيان النيزوليبيا الفولد بيتكون بالايه بالساج، تمام، ان الخط ده اللي هو ربنا خلقه يتزنق بدلدله الخد عليه، تمام. تقوم انت حضرتك لو مش فاهم تقوم رايح حاقن فيه فيلر يقوم الخط يزيد كمان، تمام. طيب المريضه ديت عندها كمان جلابيلر كومبلكس اهو محترم، التشان اريا حصل لها ريزوربشن شويه، تمام. كل ده هي عايزه هنا ايه، المريضه دي عايزه نصلح لها النيزوليبيال فولد ونرفع الشيك شويه خلاص، ونصلح الماريونات لاين اللي موجوده، ونصلح الجلابيلر كومبلكس، ونصلح كمان الفور هيد لاينز، تمام. طيب انتوا معايا يا جماعه؟ يعني يا ريت بس تقولوا لي ان الكلام كويس او انتوا فاهمينه او الامور كويسه. يعني انتوا معايا ولا انا ايه ولا انا بعيد ولا ايه؟ طيب نبتدي نسال السؤال، يعني ايه فيلر؟ فيلر يعني space occupying substance. هتيجي تعمل حاجة من الاثنين، يا ترفع الحاجات اللي سقطت دي، يا اما تديني فوليوم مكان الحاجات اللي حصل لها resorption. حلو قوي. طب انا عندي ايه في التايمز بتاعت الديرمال فيلر؟ عندي واحد الكولاجين مستخدم في امريكا بس، الهيالورونيك اسيد فيلر، في حاجة اسمها الكالسيوم هيدروكسي لابيتايت فيلر، البوليلاكتيك فيلر، البوليميسايل ميثاكريليت فيلر، والليكويد في سيليكون، والفات فيلر. حلو. انا عندي سبع حاجات، بوليميسايل اكريليت، بوليميسايل ميثاكريليت فيلر، الكالسيوم هيدروكسي لابيتايت فيلر، البوليلاكتيك اسيد فيلر، الكولاجين، الليكويد سيليكون، الفات فيلر. الجواب السؤال اللي برد على جوابه، ما هو اجمل فيلر واحسن فيلر؟ اجمل فيلر اللي هو هايبو اليرجيك دوينج اتس جوب، اقل كومبليكيشن، سعره معقول، هو ده احسن فيلر. اذا هو ايه احسن فيلر؟ هو الفات فيلر. ذا فات فيلر از ذا بيست فيلر. الفات ترانسفير هو البيست فيلر. الفات ترانسفير هو البيست فيلر، البيست في الكونتورينج، البيست في اللونجيفيتي، البيست في الكومبليكيشن بتاعته. بس طبعا لا، ذا بيست فيلر هو الفات فيلر مش هيالورونيك اسيد. ذا بيست فيلر هو الفات فيلر. بس احنا ديرماتولوجيست نوت اثيتيك سيرجون، بنضطر نبقى كوشس قوي في استخدامنا، لان احنا مش هنقدر نعمل فات ترانسفير. احنا
كاوثوريتي لينا صعب ان احنا نعمل فات ترانسفير الا لو حد ياخد بقى يعني ماجستير جراحه او يعني عشان يقدر يحقن ياخد دهن ويحقنه وهو مرتاح وما يبقاش فيه عليه اي مشكله. طيب هركز قوي البدايه هبتدي اتكلم على الهيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد ده اصلا موجود في جسمنا في هاي كونسنتريشن في الايه في السوفت تيشو تمام، موجود في البون موجود في الايمن تمام وفي الجراوند سبستانس تمام، عارفين اللي بيكون بقى الجلايكوزامينو جلايكان والبروتيوجلايكان والحاجات دي. طيب هو خلق صناعيا وهحقنه عشان دوينج اتس افكت، لو حقنته في الصوره السائله بتاعته ولا اي حاجه يومين ثلاثه اتنفخه تروح وهيفز. طب هو بيديني اللونجيتيفيتي بتاعته دي بناء على ايه؟ دون الطقوس دخول في الخواص دي ممكن تبقى محاضره لوحدها ان انا اتكلم في الخواص الفيزيائيه بتاعه الهيالورونيك اسيد مولكيول. انا مش موضوع النهارده عشان اتكلم في الخواص الفيزيائيه بتاع الهيالورونيك اسيد مولكيول، انا بس بديك فكره. هو شويه ليكويد يعني باودر في ميه خلاص. طيب عشان يديني الخواص بتاعته ويمص الميه وينفش ويعمل الكلام ده حطوا له بعض المواد اللي بتعمل لي حاجه اسمها كروس لينكج، بنسميها كروس لينكرز، بنسميها ايه كروس لينكرز. الكروس لينكرز ديت اسامي معقده كده زي الايه البوتادينايل دايجلستريل ايستر تمام ايثر الدايفينايل سلفون، يعني دول اشهر حاجتين بيتحطوا في المولكيول ده عشان تعمل لي ايه حاجه اسمها كروس لينكينج. وكل ما الكروس لينكينج بتزيد كل ما اللونجيتيفيتي بتزيد وكل ما قدرته على امتصاص الميه وثباته بيزيد وكل ما استمراريته بتزيد وكل ما الفوليوماتايزنج ايفكت بتاعه هيزيد ولا عكس صحيح. طيب جميل جدا. عامه الماتيريال بتاعنا اللي هو الهيالورونيك اسيد النضيف بيقعد من 9 شهور لسنه. طبعا يا دكتور هو انا يعفيني من ذكر اسماء تجاريه لان هو مش مجاله، انا بتكلم علمي بحت. اسماء تجاريه بقى اللي انتوا عايزينه وانا بقول لكم الفكره والاسماء التجاريه دي بتاعتكم تمام، يعني انتوا اكيد ما كلنا عارفين الاسماء التجاريه يعني تمام، وعارفين ايه الشركات الكويسه وايه الشركات اللي مش كويسه. احنا مش في مجاله اصلا انا اتكلم في اسماء تجاريه معلش تمام. طيب حلو يا جماعه التكه دي حلوه قوي قوي قوي. طيب ابتدي احقن فيلر وخلاص؟ لا استنى عندك يا عم الحاج، قبل ما تحقن يا احمد فيلر هحفظك الاناتومي قبل ما تحقن فيلر خد عندك. طب قبل ما اتكلم عن الحقن الفيلر اكلمك نبذه صغيره عن حاجه اسمها كالسيوم هيدروكسيلابيتايت اللي هو له اسم مميز في السوق وهو تقريبا منتج واحد. هو ده واخد اف دي في 2006 عشان تجيب فرز، هو رائع جدا جدا وبيقعد بالسنتين وحاجه جميله جدا، بس مشكلته القبر. ما عنديش هالرونديز افك بيه الكالسيوم هيدروكسيلابيتايت، هو اقوى واحسن من الهيالورونيك اسيد ونتائجه افضل في الديف فاروز وفي تصليح النيوزيليبيال. اه بالظبط كده يا دكتور يوسف، ده الكالسيوم هيدروكسيلابيتايت. ولكن مشكلته عندي رهيبه. طيب هو مايكروسفير وعليه مسايل سليلوز تمام، وبيتخش وبيتحوصل تحت الجلد، والحقيقه ان هو بيطلع الكولاجين وبيعمل استميشن الكولاجين فورميشن ورائع جدا. ولكن مشكلتي معاه بتفك بسلاين بس دكتور احمد، يعني الحقيقه هو كان معايا حاله الحقيقه وما اتفكتش بالسلاين تمام. فمن ساعتها وانا بصراحه ما بفضل يعني موضوع الكالسيوم هيدروكسيلابيتايت ده يعني عندي منه يعني فوبيا شويه كده يعني تمام. ولو ان احنا له حالات ان انا ما اقدرش يعني استغنى عنها تمام. طيب في نوع ثالث اللي هو الايه السكالوترا اللي هو البوليلاكتيك اسيد، وده للاسف بيتحضر الاول تمام. هو اشهر حاجه في السكالوترا ده عارفين الاتش اي في بيحصل لهم فيشل لايبو اتروفي كده سواء عادي او من الانتريترو فايرال دراجز، فده احسن حاجه بتصلح الموضوع ده السكالوترا تمام. بس للاسف الشديد ان هو لازم بيتحضر الاول في ميه وبتاع، فلو فيلم كده يعني بيتاخد على مراحل، فمش مشهور قوي ان احنا بنستخدمه في، وعشان سعره كمان مش مشهور قوي ان احنا بنستخدمه في مصر. طيب احقن فيلر لمين؟ احقن فيلر لواحده عايزه تعمل فوليوم ريستورنج، احقن فيلر تحت سكار، احقن فيلر في فاين لاين، احقن فيلر في ديب رينكلز، احقن فيلر بعد البوتوكس، احقن فيلر في كونتورنج، احقن فيلر في فيس ليفت. لازم اجاوب عارف ان دي السبع خطوات اللي ممكن احقن فيهم او السبع حاجات اللي ممكن احقن فيهم فيلر
contouring, facial lift, fine lines, deep wrinkles. بعد البوتوكس تمام والفوليوم ايه ريستورينج. ما حقنش فيلر امتى؟ زي ما قلنا في كولاجين او سيليكون. unrealistic expectation وهو ده بالنسبه لي الابسولوت كونترا انديكيشن في الفيلر هو unrealistic expectation صراحه يعني. واللي فيه سايكولوجيكال ترابل والبادي ديسمورفوبيا والناس دي ابعد عنهم وما تحقنلهمش اي حاجه في الدنيا وفك بجلدك يعني. طيب البريجنانسي واللاكتيشة بيينس أوردرز دي حاجات برضو ممكن من الحاجات اللي انا ايه اللي انا محقنش بيها. طيب ايه فات ايه يعني والفات حلو اه طبعا. طيب الميثود اوف فيلر انجكشن طريقة الحقن بتاعتي بتاعت الهيالورونيك كلامي بقى هيبقى على الهيالورونيك اسيد اكتر. طريقة الحقن بتاعت الهيالورونيك اسيد دي ايه؟ انا بجاوب على اسئلة لنفسي المريض ده هيحتاج فيلر بس ولا لا، ولا عايز فيت او سيرجيكال ليفت معاه. المريض ده البلين بتاع الحقن فيه سوبرفيشال ولا ديب ولا الاثنين. افضل طريقه للحقن ايه وايه الدنجر الزون بتاعتي ولو حصلت مشاكل هحلها ازاي. طيب يبقى طريقه الحقن هي طريقه الانجكشن بتاعه الايه الفيلر بتاعتي، هي طريقه الانجكشن. يعني المقصود من طريقه الحقن هي طريقه الانجكشن بتاع الفيلر بتاعتي. يعني ايه؟ يعني طلوع الفيلر من السرنجه بتاعتي ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى شكله ما بين ايه؟ حاجه اسمها ديبو، يعني انا بخش على النقطه وبحقن كل الفيلر بتاعي. بخش على الديبو وبحقن كل الفيلر بتاعي. جميل؟ وده عاده بتبقى مع الفوليوم ريستورينج ولما بحقن على عظمه على طول. جميل؟ في حاجه اسمها سيريال فانكشر. يعني ايه؟ يعني ممكن اخش كذا دخله وده بيسموه مايكرو ديبو او سيريال فانكشر، ان انا اخش كذا دخله وبحقن ايه الكميه بتاعتي بس ايه بس مايكرو ديبو، يعني ما بحقنهاش كلها في الدخله بتاعتي. طيب في حاجه عندي اسمها ريتروجريد. يعني ايه ريتروجريد او الثريدنج ده؟ ان انا بخش اعمل تانل الاول زي اكني بحقن كلويد كده، وانا خارج بحقن ايه بحقن مايكرو انجكشن، وانا خارج من التانل اللي انا عملته ده بحقن. ده ريتروجريد انجكشن. في انتيجريد انجكشن ده العكس، وبعمل التانل وانا داخل بحقن وازق اللي انا حقنته. ده اشهر مكان بعمل فيه كده ايه التير تراف. يبقى عندي بولس دخلت حطيت السرنج على العظمه وحقنت كل الكميه. عندي ميني بولس او مايكرو ديبو دخلت سيريال بانشر وحقنت كميات بتاعتي. عندي ريترو سوري ريترو جريد عملت التانل وانا خارج حقنت. عندي انتي جريد وانا داخل بحقن وبزق الفيلر اللي انا بحقنه. عندي فان عندي فان فان ده ان انا بخش وبحقن بشكل ايه بشكل زي المروحه بالظبط كده، بخش من داخله واحده وبحرك السرنجه بشكل قطري عشان احقن في كذا مكان. في حاجه عندي اسمها كروس هاتش. كروس هاتش او المش تكنيك ده ان انا بحقن خطوط طوليه وخطوط عرضيه عشان اعمل ايه شبكه. واكتر مكان بحقن فيه الموضوع ده الماريونيت لاين والماندبولر اريا. الماريونيت اي والماندبولر اريا ممكن اعملها برده في الايه في النيزوليبيال فولد. تمام؟ طيب اكتر مكان بحقن فيه بولس تكنيك في التشيك اوجمنتيشن. اكتر مكان بعمل فيه انتي جريد انجكشن في التير تراف. اكتر مكان ممكن اعمل فيه ميني بولس الاورال كوميشر هنا. تمام؟ ممكن اعمل فيه ميني بولس كتير. طيب هوريك رسمتهم عشان بس تبقى ايه متخيل ال 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 ده تخيل كده الموضوع. الانتي جريد والريترو جريد والفانينج وحاجه اسمها الجريد والكروس هاتش اللي هم شبه بعض والسيريال او المايك ديبو والديبو انجكشن. تمام؟ طيب جميل جدا. اوريك كده رسمه برضو ثانيه عشان خليك تتخيل المنظر. دي في البلين بتاعت الحقن بتاعتي. البلينز بتاعت الحقن بتاعتي زي ما انت شايف كده. ممكن احقن في
السوبرفيشال فاشيا، السوبرفيشال فات كومبارتمنت، او بحقن على العظم على طول. تمام؟ يا اما بحقن في الاسماس اللي هي السوبرفيشال ماسكو ادرينوتيك سيستم، يا اما بحقن في الايه على العظم على طول. خلاص. طيب ودي اشكال الايه للكروس هاتش تكنيك او المش، وده الايه الفان. خلاص. طيب جميل، انتوا معايا يا جماعه لحد دلوقتي ولا الامور بدات تفقد شويه؟ تمام معايا ولا ايه؟ اخش بقى على الحتت المهم. في تطبيقه كده بس قبل ما اشرح لك اناتومي بتاع الارتري والدنجر زون، في تطبيقه خد بالك منها الست دي كده. الست دي مع العمر ايه اللي بدا يحصل لها؟ بدا يحصل لها مينيمال ساج، وبدا يحصل لها فوليوم لوس، وبدا يحصل لها تير تروف، وبدا يحصل لها ايه ماريونيت لاين. تمام. وبدا الست ديفلوب ايه ستاتيك لاينز فوق. حلوه. طيب بالمناسبه في حاجه اسمها التاورنج في الحقن، والتاورنج ده اكتر مكان بحتاجه لما بحقن في بلينز عديده، لما بخش بالسرنجه بربنديكولار عشان احقن على عظمه في التشيك، وانا خارج بحقن بيز، وانا خارج بقلل البيز وهكذا، اكن منظر ايه منظر تاور، ابني بيز واقلل طول ما انا خارج، بنسميه التاورنج تكنيك. تمام. وده عاده في التشيك اوجمنتيشن. فالست دي وانا بعمل لها اناليسز اهو، لا انت محتاجه يا ماما فوليوم، هنا الخدك سقط فمحتاج فوليوم. تمام. ومحتاجه شويه نرفع الخد بعد ما نعمل فوليوم، ومحتاجه تير تراف، ومحتاجه نعمل ماريونيت. طيب جميل جدا. هل محتاجه النوز ريكونتورنج؟ محتاجه النوز ريكونستراكشن، ودي هنقولها المره الجايه ان شاء الله. ومحتاجه برده شويه ايه تير تراف، وهي هنا برده محتاجه تمبرال فوس. تمام. دي شكل الفاشيه بتاعتها، واللي انا بقول هحقن في النيزوليبيا الفاشيه هي اللي هي فقدت عندها برضو. تمام. عندي الايه الميديال فات كومبارتمنت والميدل واللاترال فات كومبارتمنت، عندي الانفرا اوربيتال والسوبرا اوربيتال واللاترال اوربيتال، ودي التيمبرال فاشيه. خلاص. اهم لقطه بقى اللقطه اللي جايه دي، دي لقطه الحياه وموت بقى زي ما بيقولوا بقى، لقطه الايه الفراوده اللي هي ايه الدينجر زون. خلينا نعرف الدينجر زون وبعد كده نعرف يعني ايه احقن فين واصلح ايه. دينجر زون يعني ايه يا مصطفى؟ الدينجر زون يعني الاماكن اللي انا لو حقنت فيها هتحبس ان شاء الله، الاماكن اللي حصل فيها مشاكل هتحبس، ده مستقبل مريض ومستقبلي، فما فيش اي عندي استعداد ان انا بقى ايه ان انا بخطر. احفظ معايا يا عم الحاج اللي هو ايه، عندي اللي بيغذي الارتيريال سبلاي اللي بيغذي الفيس ده هو ايه، اكسترنال كاروتيد وانترنال كاروتيد. صح. اكسترنال كاروتيد صريح كده وتبين من بره، وانترنال كاروتيد اللي في الداخل جوه السكال ومديني البرانشات بتاعته من ورا. الاكسترنال كاروتيد ده راجل صريح وباين من قدام، الانترنال كاروتيد جاي من الكومن كاروتيد ومكمل ورا ومديني برانشات بتطلع لي من النوتشز بتاعتي، يعني ايه تطلع لي من السوبرا من الانفرا اوربيتال والسوبرا اوربيتال. احفظ معايا الدينجر زون. مبدئيا انا عندي حاجه اسمها انفرا اوربيتال فورامينا، ايدك على الاوربيتال ريم، انزل تحتها سنتي سنتي ونص، بتبقى في المكان ده اسمها انفرا اوربيتال فورامينا. السوبرا اوربيتال ريم في منه نوتش لو ضغطت عليها كده هتتكهرب شويه، فيها ايه طالع منها السوبرا اوربيتال ايه سوبرا اوربيتال والسوبرا تروكيلر ايه ارتريز، ماشي صوابع كبيره تلاقي ايه دارت راسي اساسا معلش بقى. تمام. طيب عندي حاجه اسمها منتال فورامينا، الفيرست والسكند بريمولر، بينهم وما بين الابر واللور بوردر بتوع المانديبول في حاجه اسمها منتال فورامينا. تمام. اللي جاي منها المينتال نيرفو ارتري. يبقى انا قلت ايه ثلاثه نوتش احفظهم زي اسمي، لو غلطت في واحده انت حر، لو غلطت في واحده انت حر، الغلطه بفور، احنا مش بنهزر، الغلطه بفور، احنا مش بنهزر. تمام. طيب على الله. ايه بقى اللي بيغذي المنطقه دي؟ عندي حاجه اسمها الفيشال ارتري. ايه يا عم الفيشال ارتري ده؟ قصه جميله. الفيشال ارتري ده راجل امور كده
جاي من ايه؟ من الاكسترنال كاروتيد، وعامل لي منظر حلو. جاي هنا في عضله اسمها المسيطه، المسيطه دي بحسها ازاي؟ خدنا لما يجي جز وهو عامل كده، هلاقي ايه؟ اعمل كلينش كده اهو، الاقي هي العضله اللي تحت ايدي دي هي عضله الايه؟ المسيطر. القموطه دي ما لازمتها ايه؟ دي السيرفس اناتومي بتاعها مهم ليه؟ عشان اعرف ان الانتيريور بوردر طالع حاجه اسمها الفيشيال ارتري ماشي هنا كده. جميل قوي قوي قوي. الفيشيال ارتري بيطلع يمشي هنا، بيقوم ايه؟ هو هنا بيبقى ديب ويقوم خال مؤاخذه يعني يخرم المسيتريك فاشيا ويطلع سوبر فاشيا يعني عند اخطر نقطه اللي هي النقطه دي، تمام؟ ويقوم مديني ايه؟ مديني سوبيريور ليبيال وانفيريور ليبيال. يديني اوريك على الرسومات بس انا بحفظك الاول. يديني انفيريور وسوبيريور ليبيال، حلو. ويكمل لي بقى ايه؟ لاترال للجروف كده حاجه اسمها انجولار ارتري، والانجولار ارتري ده يمشي يديني الايه؟ الدورزال نيزل، ويكمل يديني حاجه اسمها انجولار ايه؟ ارتري. يكمل يديني حاجه اسمها ايه؟ سوري، دورزال ارتري. حلو. عند ناس كتيره قوي مش مكمل الدورزال ارتري. طب ايه مشكله الدورزال ارتري ده ما يتحرق؟ يعني ايه مشكله؟ بيغذي ايه يعني؟ الدورزال ارتري مشكلته ان هو عامل كونكشن لما عند بعض الناس مع الانترنال كاروتيد، مع عن طريق الاوفثالميك ارتري، ممكن يعمل لي ايه؟ يوصل يعمل ايه؟ امبولايزيشن للميدل سيريبرال، والعيان ايه؟ هوب هيمي، ده ممكن يخش في هيمسفير انفاركشن وايه؟ ويروح. فدي من الحاجات لازم دي فايده بقى العلم، وانك تحفظ اناتومي كويس قوي قوي قوي، ومش بس تبقى ايه هو النبي راح وريني كده السرنجه فين واخش واحقن كذا، تمام؟ لازم تحفظ البلوك ده كويس قوي. يبقى عندي الاخ الفيشل ارتري طالع انا اهو، يقوم جاي مديني ايه؟ سوبرفيشال وايه؟ وسوبيريور وانفيريور ايه؟ ليبيال ارتريز. وهو طالع عن طريق حاجه اسمها انجولار ارتري بعد ما خرب حاجه اسمها المسيتر وبقى ايه؟ اذا تحت هنا هو ديب، لكن في الحته دي هو سوبرفيشال، فلازم دي حاجات افهمها. وبيمشي هنا ديب، يرجع يمشي هنا ديب تاني، يديني ارتري هنا اسمه دورزال نيزل، ويكمل تاني عن طريق نهايه اسمها دورزال ارتري. بس كده؟ لا مش بس كده. انت كده حفظتني بس الايه؟ العامه الايه؟ الفيشال ارتري. عندي حاجات تانيه رخمه. عندي واحد امور هنا اسمه انفر اوربيتال ارتري وايه ونيرف، داخلين خارقين من جوه الاوربيتال فورامينا، يعني اهوت انفر اوربيتال فورامينا وداخلين بيربنديكولار على الجلد كده. وعندي هنا سوبرا اوربيتال نوتش مطلعاني حاجتين خطر جدا، سوبرا اوربيتال والسوبرا تروكيلار ارتريز. جميل، دي كلها دانجرس زون. مش بس كده، عندي حاجه خطر قوي. الاكسترنال كاروتيد ده بعد ما ادالي الفيشيال بيكمل حاجه اسمها ايه؟ حاجه مشهوره قوي اسمها سوبرفيشال تيمبورال ارتري. السوبرفيشال تيمبورال ارتري بيمشي مع الهير لاين ويديني في الاخر ايه؟ برانشين كده بالمنظر ده، التيرمينال برانشز بتاعته. مش بس كده، تحت البوردر بتاع الزيجومه بس ديب قوي ما يخوفنيش، بيديني تحت الزيجومه وممكن يبقى وراها بشويه حاجه اسمها ترانسفيرز ماكسيلاري او ترانسفيرز فيشيال ارتري، تمام؟ الترانسفيرز فيشيال ارتري بيبقى بالمنظر ده. بخاف من حاجه كمان، الاوريكل وتوم التيمبورال برانش او السوبرفيشال تيمبورال ارتري، وفي هنا نيرف اللي هو السوبرفيشال تيمبورال نيرف، الاوريكل تيمبورال نيرف بخاف منه قوي. الاوريكل تيمبورال نيرف بيبقى جاي في المنظر ماشي في المنظر ده كده، فبرضه ده من الحاجات اللي بتخوفني هنا جدا، تمام؟ النيرف باندل دي. طيب اذا انا بدأت أعرف الدينجرس إيريا وبدأت تتبلور قدامي. أعيدها لك تاني: منتال فورامينا، إنفرا أوربيتال فورامينا، سوبرا أوربيتال نوتش، دورسال أرتري، أنجلر أرتري بدأ يمشي يطلع هنا يمشي سوبرفيشيال، سوبيريور ليبيال وإنفيريور ليبيال أرتري. عندي لما بيخرم المسيتر بيبقى هنا سوبرفيشيال، عندي ماشي قدام المسيطر هنا الفيشيال ارتري، عندي هنا سوبرفيشيال تيمبورال ارتري، ونكمل عامل لي نهايه بالمنظر ده. هوريك الرسمه دي عشان تحفظ وما تتلخبطش. شايف بقى اللي انا بقول لك عليه الكلام الخطر قوي؟ شايف السوبرفيشيال تيمبورال ارتري والنهايتين بتوعه عشان وانت بتحقن التيمبورال اريا؟ شايف الايه؟ ما يخوفنيش الترانسفيرز ماكسيلاري الترانسفيرز فيشيال. شايف اللفة اللي بيلفها الفيشل ارتري عشان يخش ويديني الانفيريور ويديني السوبيريور ليبيال.
تمام. لا طبعا حتى لو واحد بالكانيولا في مشاكل وبعد كده يكمل ايه يعني، بس الحقن بالكانيولا طبعا اقل المشاكل، يكمل بالكانيولا ايه يدين النيزل ارتري الدورزال او اللاترال نيزل ارتري، ويكمل يدين الدورزال نيرف الانجلر ده يكمل يدين في حته في الاخر دي اسمها ايه دورزال نيرف. شايفين الايه اللي هنا المومنتال ارتري ده خطر قوي 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 تمام، السوبرا اوربيتال والايه والسوبرا تروكيلر ارتريز تمام. حلو حلو قوي قوي، حفظت الاناتومي حفظت الاناتومي، هوريك رسمه تانية تسهل لك. احنا لما هنيجي نقول النوزل المره الجايه هتحس بكلكعه شويه، وهي تحتاج الكلكعه الحقيقي بس عشان ما تتلخبطش ولا تغلط ابدا. شايفين الانفيريور ليبيال والسوبيريور ليبيال، وشايف الفيشل ارتري داخل عامل ازاي، ومديني اللاترال نيزل او الدورزال نيزل، ومكمل دورزال ارتري والانفرا اوربيتال ارتري، شايفين سوبرفيشال تيمبرال ارتري والمنظر عامل ازاي. كل الكلام ده اوعى تغلط فيه، يعني هنا الكاديفر وهي متشرحه وبيوريك السوبرا اوربيتال نوتش وطالع منها السوبرا اوربيتال ارتري تمام. يعني ده بعض الناس يعني عندهم انومالي في الايه في الانجلر ارتري، مش مشكلتنا قوي يعني. طيب شكرا يا دكتوره سمر. نبتدي واحده واحده بقى الاناتوميك سايت، حتى ممكن نقول اتنين والباقي نكملهم في المره الجايه عشان دماغكم ما تسخنش قوي وتلحقوا تقروا الحاجات دي. هو ايه النيزوليبيال؟ اسهل حاجه واكتر واحد من اكتر الناس تيجي تشتكي من ايه؟ النيزوليبيال. وانت بدايه قاعد تسخن ايدك تشتغل نيزوليبيال. طب النيزوليبيال دي حصلت ليه؟ انا عندي نيزوليبيال وانا سايت، انا اجي ابص كده النيزوليبيال ده فولد موجود من الايله نازل لما الماريونيت لاين. حلو قوي. طب ده اتكون ازاي النيزوليبيال فولد؟ اتكون بحاجه من الاثنين او الاثنين مع بعض، يعني ايه؟ يا اما ساج الجلد ده دلدل كده وحصل الفولد ده اهو تمام، يا اما حصل النيزوليبيال فولد اللي هي الفات اللي هنا دي فقدت، يا اما الاثنين. طب انا اعرف منين؟ سهله، تعالى يا استاذ قبل ما تحقن اي نيزوليبيال فولد، مش عايزك تعمل كده لان اي واحده تعمل كده هيتحسن، انا بس عايزك تعمل كده. لو انت قدامك النيزوليبيال بقى شكلها لطيف وما عادش فيه نيزوليبيال، خلاص يبقى ما عادش عنده نيزوليبيال فولد. لو لسه موجوده يبقى ده المريض ده عنده حاجتين، عنده دلدلة وفي نفس الوقت الفات اللي هنا فقدت، عنده الاتنين مش واحدة. يبقى تحطه في راسك قوي تعرف خلاصك، عشان انت بتدفعه فلوس الافات، فالغلطة فورا تمام. حلو قوي. يبقى ده اول سؤال انا جاوبته، نيزوليبيال فولد دي ليه وهعمل فيها ايه. طب تاني سؤال هجاوبه، دينجرس ارياز هنا ايه، انا اخاف من ايه وانا بحقن؟ اخاف من حاجه خطيره ورهيبه، وهو ايه؟ عمو النيزل ارتري اللي ماشي بالمنظر ده، ومن رحمه ربنا ان هو سلايتلي نازل ماشي لاترال للايه للفولد. طب اتجنبه ازاي؟ هتجنبه بحاجه لازم وانا بعملها ان هعملها، ان انا ابقى ميديال قوي للفولد، وان انا قبل ما اسحب هنا بيبقى ديب قوي الفيشال ارتري بعد ماده للانفيبيبل دخل ديب تاني، وبعد ما اسحب بقى انا بحقن هسحب. ايه يا عم احنا هسحب؟ انت ما قلتليش سرنجتك وهي داخله قبل ما تسحب هتشد الايه الزينات بتاعها، هترجعه لورا كده الاول وتشوف في دم ولا لا. والله لو بتحقن 500,000 حاله لازم في كل دخله سرنجه ليك تسحب وتشوف جه بلاد ولا لا، ما جاش بتدي الفيلر بتاعك. يبقى اول حاجه انا جاوبتها، انا احقن ليه نيزوليبيل؟ انا احقن ليه نيزوليبيل؟ تاني حاجه هو جاوبها، هو ايه الدينجرس ساين الدينجرس ارياز اللي في النيزوليبيل؟ تالت حاجه هحقن ازاي نيزوليبيل؟ يبقى انا في الطبيعي يا مؤمن نيزوليبيال بتاعي ده شدت لي ايه؟ طب انا هقول لك، انا عندي ساج وما عنديش ساج وعندي الاثنين، يعني هقول لك في الثلاث حالات هحقن ازاي في النيزوليبيال فولد. في الثلاث حالات هحقن ازاي نيزوليبيال فولد؟ اول حاجه لو انا عندي ترو لوس، اونلي ترو لوس اوف نيزوليبيال فات، يعني راجل رفيع ما عندوش نزول ولا حاجه، ما عندوش ما حصلش دلدله ولا حاجه، وحصل فاقد بس في الايه في الفات اللي هنا، المريض ده انا هحقن له ازاي؟
بص يا مؤمن، هتحقن بحاجتين دخلتين للسرنجه لازم احفظهم لك. ده الكلام، خد بقى الكلام الجديد ده، خد مني يعني، هو ده اللي الجديد، ان انت بتعمل حاجتين، بتحقن حاجه سوبرفيشال وبعد كده بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه ديب. يعني ايه يا عم الكلام اللي بتقوله ده؟ انا عشان عندي ده النزل ليبيا الفوق ده، خليه يضحك عشان يترسم قدامي كويس قوي. طيب حلو قوي، ده النزل ليبيا الفوق. اول حاجه هاجي اعملها هعمل حاجه اسمها بريدجنج، هاجي من الميديال العالي لللاترال وادخل السرنجه بتاعتي هنا واحقن ميني بولس، وادخل السرنجه واحقن ايه؟ ميني بولس. في ناس بتحب تعملها فان، انا مع البيني بولس، يعني سرنجتي داخله من هنا تمام، هنا بتحقن ايه؟ جاست سوبرفيشال على السماس بس، جاست سوبرفيشال، بتخش من الميديال ده لللاترال، من اللاترال للميديال، بتخش من العالي للواطي وتحقن، تخش من العالي للواطي وتحقن، تخش من العالي للواطي وتحقن، بتحقن ايه؟ ميني بولس. فين؟ خد بالك، بتحقن ايه؟ ميديال للشيك، بتحقن ميديال ونوت لاترال للشيك، بتحقن ميديال ونوت لاترال للشيك، بتحقن ميديال ونوت لاترال للشيك، بتحقن ميديال ونوت لاترال. وعشان تبقى متاكد انك بتحقن ميديال ونوت لاترال للجروف، هتخش من العالي للواطي، يقوم ايه؟ تبقى في لاين بعيد عن الفيشال ارتري هنا، وتبقى تضمن انك هتحقن ميديال للجروف، فما يحصلش معاك كالكعة، ولا يحصل معاك ان الجروف ده يزيد لو انت حقنت لاترال ليه، وبتعمل زي شبكة الاول. طيب جميل، بعد كده هتخش دخلة ديب، بعد انت عملت الاول البريدج، هتخش دخلة ديب كاملة. لا انت دي ما ايه؟ سبكوتينيوس طبعا، سبكوتين ده هايبوديرمس، انت بتحن على الاسماس تمام. هتخش دخلة ديب، فيري ديب تمام، هتخش تعمل لي واحد خط واحد او خطين بالايه؟ باللينير ثريدنج. يبقى انت دخلت ميني بولس عن طريق البريدجات اللي بتعملها هنا، وتقوم داخل دخله او دخلتين ميديال للجروف. طب هعرف منين؟ بتجيب السرنجه كده وتعمل عليها جروف، لازم يركب، تعمل عليها الايه؟ الشيك، لازم يركب عليها بالمنظر ده. فلما يركب عليها تعرف انك ميديال للجروف ونوت لاترال للجروف. فتحقن الاول سيادتك، هتحقن ميني بولس. لا طبعا، هو بص يا دكتور، فكره الاسبيريشن قبل البتاع، انت بتقول يا هادي ده زي اللي ايه يعني، يعني انا بعمل عليا يعني، لكن هي الفكره ان هو مش فكره انك شفط وما لقيتش دم، يبقى انت 100% مش في ارتري. لا طبعا، بس انت بتاخد يعني اعلى درجات الايه؟ الدمار. يبقى تاني هتعمل البريدجات بتاعتك الاول، يا اما تعملها فان من عالي الواطي، يا اما هتعمل بريدجات ميني بولس كده بالمنظر ده، وبعد كده عارفين الاستيتش كده، وبعد كده هتقوم داخل واحده كده تعملها ايه؟ لينير ثريدنج. حلو. طيب ده في حاله ان المريض ده عنده بس لص للايه؟ للايه؟ للنيزوليبيال باد تمام. لا مفيش حاجة أحلف عليها بالأمان طبعا. هنا لما يكون إيه؟ لما يكون عندي النيزوليبيال باد هنا فقدت. طيب افرض المريض ده عنده ساج كمان، أعمل إيه الأول؟ أبص كده أشوف الساج ريحني لما عملته فك النيزوليبيال؟ أرفع الإيه؟ أرفع الشيك زي ما هقول لك إزاي في رفع الشيك. يبقى الأول لو لقيت هي دلدلة، يبقى لازم أرفع الشيك الأول، وبعد كده هشوف ابدا اقرر النيزوليبيال فولد بقت كويسه. لو بقت كويسه مفيش داعي ان انا احقن، بس انا ايجوتو ان انت ممكن برضو على الاقل تعمل خط واحد، او يعني هتعمل يا البريدجنج يا تعمل خط واحد من الايه؟ من لينير ثريدنج تمام. يعني انا برضو افضل كده يعني. يبقى انت بتجاوب لنفسك على الاسئله، انت ساج ولا انت لص؟ الساج لازم ارفعه واللص لازم اعمل له فوليوم. اللص هعمل له فوليوم بالطريقتين اللي قلنا عليهم، لازم الطريقتين، والساج لازم ارفعه. طب اعمل فوليوم قبل ما ارفع الساج؟ لا، لازم احقن ديب ميديال للفولد. لو حقنت لاترال للفولد هيزيد تمام، لو حقنت لاترال للفولد هيزيد، لو حقنت لاترال للفولد هيزيد. ده مهم قوي، كلام خطر جدا جدا جدا. طيب
احنا دلوقتي اتكلمنا عن ميزوليبيال فولز. اتكلم دلوقتي عشان انا ما اطولش، انا هتكلم على الـ على الـ على الليب، ونكمل بقى المره الجايه ان شاء الله ان ربنا اعطانا، وممكن نقول معاها البوتوكس كمان يعني، تمام، وهنعمل عليها برده اناونسمنت يعني عشان الناس ما تنساش. يبقى انا كده جاوبت على اسئلتي، بعرف الاناتومي بتاعي كويس، بشوف انا هشتغل ازاي، بشوف النيزوليبيال فولد اللي المريض جاي بيشتكي بيها او انا لاحظتها في الاناليسيس بتاعي هي ناتجه عن ايه، وبالتالي والله يا دكتوره هبه يعني ويت فور سكند، ويت فور 90 سكند، يعني الحقيقه عن التجربه يعني ما بيحميش برضو للاسف الشديد يعني، وممكن تلاقي نفسك بعد ما تعملي كل حاجه من دي تلاقي نفسك في الارتري. فالحقيقه يعني حقن العين، حقن العين ده العين والنين يعني، حقن العين ده اسمه تير تروف ولا اني بالظبط، ولا الليب ولا الاليفيشن ولا ايه، ولا كل حاجه تتقال باذن الله يعني، مش حاجه مش هتتقال. طيب الليب ايه يا عم؟ قصه الليب مع العمر انتوا عارفين تبدا ايه، يبدا يحصل حاجتين، الفوليوم بيقل والكونتورنج بيختفي. الفوليوم بيقل والكونتورنج بيختفي، الفوليوم يقل والكونتورنج ايه يختفي. طيب جميل، يعني ايه اعمل حاجة؟ يعني احنا طبيعي ان ربنا خالق ان الشفه اللي فوق دي تلت الشفه اللي تحت، تمام، مع الوقت يبتدي العفو يا فندم على دماغنا، مع الوقت يبتدي بقى ايه في يحصل فوليوم نص للشفه اللي تحت، وفول ايه والكونتور يبتدي ايه يختفي. فتيجي المريضه تقول لك شفتها يا دكتور مش باينه، انت راجل ذكي وعندك فطنه وفاهم يعني بتشتغل ازاي وحافظ اناتومي، فانت ساعتها لو انت دخلت بغشم عملت فوليوم وزودت المنظر، وهي اساسا محتاجه ترفع شفتها او تقلبها، يبقى انت مش هتستفيد حاجه، هتقلضم كده وهيبقى شكلها كده زي سيم من الناس، تمام، انتوا كلكم عارفينها وشكل مش لطيف. فانا الاناليسيس بتاعي هل المريضه دي محتاجه كونتور يعني احقن في الفيرميليون بودر، ولا محتاجه كونتور وفوليوم؟ ده سؤال انا برد عليه لنفسي. اقول لك تركه لا مناص عن حقن الكونتور الا لو هي حقن، فانت كده كده بتحقن الكونتور الاول. يعني ايه احقن الكونتور؟ يبقى انا جاوبت على السؤال انا عايز احقن ايه. تاني سؤال، ايه الدينجرس زون؟ الدينجرس اريا عندي السوبيريور والانفيريور ليبيال، ودول بيبقوا نص ملي فوق ونص ملي تحت الانفيريور والسوبيريور ليب. جميل جدا، حلو. يعني ايه؟ يعني انا عايز احقن الاول يا دكتور الفيرميليون بودر. الفيرميليون بوردر دي هي الجانكشن ما بين الايه، ما بين الليب ميوكوزا، البينك ميوكوزا او الويت ميوكوزا، تمام، والايه والوايت لاين اللي فوق الشفه. هو الجانكشن ده بنسميه ايه، الفيرميليون بوردر. الفيرميليون بوردر ده بتاع الكونتور التحديد بتاع الشفه، لما يكون موجود بيقلب الشفه ويخلي شكلها ظريف وجميل. اما الفوليوم بحقنه فين؟ بحقنه في الجانكشن ما بين حاجه اسمها ويت ميوكوزا وحاجه اسمها دراي ميوكوزا. يعني الويت ميوكوزا اللي هي صلايا دي والدراي ميوكوزا دي اللي بحقن فيها الفوليوم. الفيرميليون بوردر عندي حاجه من الاثنين، يا اما هحقنها لينير ثريدنج وده الافضل وده اللي بعمله، يا اما في ناس بتدي ايه ميني بولس فيها وده كويس برضه. بالمناسبه النيزوليبيال دي ممكن تخلص فيها سرنجه كامله في النيزوليبيال، يعني نص ونص على الاقل، يعني النيزوليبيال ده لوحده ممكن نص ونص، عشان لما انت هتقول للمريض، عشان دي فلوس، هتقول لها انت محتاجه واحده كده ومحتاجه واحده نرفع بيها لما يكون عندها ساج، خد بالك. طيب انا ممكن اخلص واحده على الشفه برضه. اذا انا محتاج اعمل كونتورنج الاول، وبعد الكونتور اشوف هي محتاجه فوليوم ولا لا. يعني ايه يا مؤمن؟ يعني صلى على النبي ان انا اجي اشوف هل هي محتاجه ان انا احقن دي اسمها الفيرميليون بوردر، احقن فيرميليون بوردر ولا لا. ولما تيجي تحقن هتحقن لاترال تو ميديال، هخش دخلتين، الدخله الاولى اعمل التراك وانا خارج ادي الفيلر، الدخله الثانيه من مكان ما دخلت الاولى بس اكمل ميديال، تمام، وانا خارج ادي الفيلر. واوعى اوعى تنسى المساج بعد ما تحقن الفيلر عشان الكلكعه، هنا وفي النيزوليبيال. في النيزوليبيال تعمله ازاي؟ هتجيب
تجيب ايدك كده اهوت وتقوم عامل كده، تدخل صابع كده وتقوم عامل كده، وتفرد وتفرد لتحت كده وميديال، تفرد لتحت وميديال، تفرد لتحت وميديال بحته كرين كده، تفرد لتحت وميديال. الشفره بعد ما تحقن الفيرميليان بوردر ممكن تحقن يعني 0.2 هنا و0.2 و0.2 يعني حوالي يعني الكونتور ده ممكن تعمله بسرنج الا ربع مثلا او بنص سرنج تمام، وتفرد بعدها الشفره بالمنظر ده. اهم حاجه تفرد وتشوف هل هي محتاجه ولا مش محتاجه. طب لو محتاجه فوليوم بعمل ايه؟ فوليوم ريكونستراكشن، بحقن ديب والحقن في الفيرميليون ديب، واحقن هنا ديب في الجنكشن ما بين الاورال والريتنيك اوزا احقن ديب، يا اما احقن ميني بولس يا اما احقن برضو لينير ثريدنج، يا اما احقن ميني بولس يا اما احقن لينير ثريدنج. واللي يخوفني منطقه الليب السوبير ليبيال والانفيرير ليبيال. تمام، يبقى انا بحقن الاول فيرميليون بوردر وابص على المريض واشوف الاخبار بتاعتي ايه، اتحسن ولا ما اتحسنش. خد بالك وانت بتحقن الفيرميليون بوردر ما تشوهش النوتش والفلترم، يعني لازم تدكك بايدك خلقه ربنا. يعني انت بعد ما حقنت هتعمل لها ايه؟ هتعمل لها فلترم انت وتعمل النوتش بصبعك وتقعد تدككها. ده مهم قوي الكلام ده، عشان الست لو الفلتر سبت وكلكعت هيبقى شكلها وحش قوي، وهتيجي هتطلع عينيك واشتري مني ان ساعتها ما بيهرجوش والستات ما بتهرجش اساسا. تمام، فخد بالك. تمام، انا عايز اقول الفيرميليون بوردر في الكاديفر ده حقن فيرميليون بوردر تمام عشان تعمل لي ايه؟ ريستوريشن، عشان تعمل ايه؟ تحقن فيرميليون بوردر في الكاديفر عشان ايه؟ اعمل ريستوريشن. دي ست بعد ما حقن كده تمام، في فيديوهات بقى بوريها لك المره الجايه. خلاص، ده الفلتر، ممكن نحقن كمان في البريدج وممكن نحقن في كل حته. خلاص، طيب انا محتاجك النهارده لازم تكون حفظت الدنجرس اريا. انا بالظبط في خمس دقائق هعيدها لك عشان المره الجايه هكمل كل حاجه. ما بقول حاجتين اللي بالشفاء دي، انت تحقن فيرميليون بودر تدي فوليوم، انك تحقن في الجنكشن ما بين الويت والدراي ميكوزا. في حاجات مهمه قوي ما تنساهاش رجاء، الدنجرس اريا، انفرا اوربيتال منتال نوتش، السوبر اوربيتال فينومينا، السوبرفيشال تمبرال ارتري تمام، الاوريجو تمبرال نيرف، الفيشال ارتري ماشي على المسيطره الديلي سوبيريور والانفيرور ليبيال، والانجولار ارتري والدورزال ارتري والدورزال نيزل برانش تمام، السوبرا تروكال والسوبرا اوربيتال تمام. دي دينجرال اريا طبعا، الباروتيد جلاند والباروتيد سابستنس بس دي فيري ديب، يعني انا مش هروح لها اصلا، ما حدش يعني ما يصلحش بقى الاريا يعني قوي يعني. تمام، اتكلمنا على الـ على الـ ان السكن وراها حاجه اسمها سبكوتينيس تيشو، وفي حاجه اسمها اسماس السوبرفيشال ماسكولار بنوتيك سيستم، وبعد كده في العضلات وفي الديب فاشيا وفي العظم بعد كده او البيريوستيوم، وقلنا الطريقه الحقن اللينير ثريدنج او الميش تكنيك او الانتي جريد والريترو جريد تكنيك. اتكلمنا كمان عن الفانينج تكنيك، اتكلمنا عن انواع الفيلر الكالسيوم هيدروكسيلابيتايت واللاكتيك اسيد والهيالورونيك اسيد والفات والكولاجين والسيليكون، اتكلمنا عن البلين بتاع الحقن تمام، واتكلمنا عن السحب الاسبيريشن اللي بعمله ان هو مش ضامن كفايه تمام. المره الجايه باذن الله تعالى هعمل تشيك اومنتيشن والفيس ليفت والنوز والتير تراف، تشيك اومنتيشن والفيس ليفت والنوز والتير تراف، وابتدي ادي تفتيح عن البوتوكس تمام، عشان المره اللي بعدها نكمل البوتوكس تمام. يا ريت تقروا الكلام ده عشان المره اللي جايه باذن الله تعالى نكمل، تبقى الامور اسهل واسهل، واشوفكم بخير ومعلش على الاطاله وتصبحوا على خير. السلام عليكم.